السلام عليكم أعزائي الفنانين، بونجور بونسوار، مرة أخرى ولينا. دونك نورمالمون نضحك ولا نبكي ولا ما على باليش. المهم، ضربات 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 ضد الجزائر متتالية من الخونة والعملاء. يعني هناك كلمات عديدة ممكن استعمالها. المهم، راهم يخرجوا كاع كما نقولوا، يخرجون من حجورهم هذوك الجرذان. هاد الايامات نشوفوا باللي خرجوا كاع كما راهم، يعني باش تشوف باللي الجنود هادو ممسي ما تأمنش بال المؤامرة الخارجية، ممسي ما تأمنش. يعني تكون راك عايش في البلاد تنور، ما تأمنش بهذه المؤامرة الخارجية، ولا هناك أناس دايرين بينا بغاو كيما مهما كان الأحوال الانتقام. أنا قلت لكم واحد لا فيديو صافي تري لونتون، الاستخبارات العالمية إلا بغاو يضربوا بلاد، أوكي، بغاو يضربوا بلاد ينفيستيو دراهم بزاف ولا الوقت باش يغونفليو الناس اللي عندهم الحقد على بلادهم. اي واحد عنده حقد على الجزائر يشوفوه. واحد الخبيث هذاك هشام عبود او ينفخ في روحه يقول لك انايا مع مثلا ما جيب بزوان دو بوبليسيتي، يعرفوني كاع الناس، راني في اليوتيوب، راني في جوجل، تروح تلقى لي فوتو. واحد جورناليست دار لا فوتو تاعو في الجورنال، شوت كان يهدر في الارتيكل هذا، ودار لا فوتو تاع هشام عبود دارها كبيره باللي الجورنال دار التصاور تاعو من منا باللي ستون سيليبريتي. ومن بعد يقول لك انايا جي با بزوان دو بوبليسيتي، يعرفوني كاع الناس. و بيان سور يعرفوه كاع الناس، الخاين يعرفوه كاع الناس، اوكي. قال لك التصاور تاعي بارتو، الخاين، العميل، الحركي موجود التصاور تاعو في كل مكان. بصح الانسان هذاك المسكين اللي ما يخدم والو ايتو ما يعرفوش الناس. هذا جو على خطر على هاد لافير هادي تاع هذاك نقيش هذاك كوم كوا جرائم ضد الإنسانية، وراح هو والأتباع تاعو باش يديروا دعاوي قضائية ضد تبون وشنقريحة وضد الدولة الجزائرية وضد الجيش في ألمانيا، في بلجيكا وفي سويسرا. قالك تبون راه في ألمانيا، نروحو نديرو دعوة قضائية في الأمم المتحدة ضد تبون، مع أنه عنده الحصانة كرئيس جمهورية. ثانيا يدير على شنقريحة في سويسرا، قالك شنقريحة راه في سبيطار، يديروا له دعاوى قضائية بلانت جرائم ضد الإنسانية. راني نفكر هكذا لو كان مثلا أو لأنك أنت صحفي فاشل، دوك نولي لا ليست راهي كبيرة. أنت صحفي فاشل وعسكري فاشل، أوكي، صحفي فاشل وعسكري فاشل، خرجوك طردوك، وسياسي فاشل، ها، خدمتو الصحافة فشلتو فيها، خدمتو السياسة فشلتو فيها، درتو حقوق الإنسان والمجموعات هذه كاع فشلتو فيها. ما راكمش كي دير مثلا ان اورغانيزاسيون انترناسيونال تروح تعاونيتو، ما ديرش الشر. بصح انت وانور مالك اغبياء، والجماعة كل دوك كل واحد نعطي له الوقت تاعو نيسيسير. يقول لك نروح ندير امبلانت ضد الرئيس،
مع انه الرئيس اخويا الناس ما فوتاتش عليه 50% 20%. المهم اليوم راه رئيس الجمهورية، لو كان تحب بلادك انت يا خاين، اوكي انت اللي استفدت اكثر من اي واحد في الناس هذو. بيان سور استفدتوا كاع المعارضين هذو الفاشلين، انا قلت لكم الصحافة فشلتوا، المعارضة فشلتوا، البيزنس فشلتوا، اي حاجة اللي درتوا فشلتوا. الحاجة الوحيدة اللي راكم طربيا وراكم كاع بالكوستيمات في لي كولوكيتو هي الخيانة. دونك هاد لافير هذه تاع نقيش هذه عندها بعد داخلي وعندها بعد جزائري و انترناسيونال. لو فات كو ما لقيتوش اي حاجه تشبكوا فيها، راكم تحوسوا دخلونا في متاهات. يتبون ما كانش رئيس كي دخل هذا السجن، ياك هكذا اول مره اللي عيطولو، اول مره اللي عيطولو تبون ما كانش يعني عنده القوه. نقولوا مثلا رئيس ولا هو من 2019 ديسمبر 2019 الى يومنا هذا، يتبون ما حكمش يعني راه مريض، راه كورونا، راه يتهلا في اشياء واحده اخرى. انت تروح مثلا تروح تعطي هكذا تقرير تقول له تبون هو الرئيس، هو اللي عذبو عطى الاوامر، ما كاش من با اوامر، ما كاش مسكين مرض دو موا تحت كورونا كوش مغلوق الى يومنا هذا، ومرض رانا ما عندناش رئيس، ما عندناش دولة، ما كان والو اللي راه يمشي. صافي دير لي زيليكسيون هادي تاع ديسمبر مازال ما تطبقتش في الواقع. دونك تروح مثلا تقول له هكذا، تقول له باللي هو هو هو، يقول لك هذا الانسان قال لك في الاستجواب الاستنطاق اول مره كيدخل وعندها عام ونص. انت ولي عام ونص الا ما تعرفش تحسب، ولي عام ونص للور، وقلنا واش من شهر اللي دخل هذا للسجن. اوكي سافو دير الناس راهي تهدر، هناك كما وطنيين وهناك الناس اللي عندهم العقل اذكياء، ماشي كيما نتوما اغبياء. الناس يقول لك اخويا لافوكات تاعو اول مره على ما دارتش الواجب تاعها، ثم اوكي. تروح نتايا تقول بالتقادم، هناك اغتصابات مثلا في امريكا يتو بعد 20 سنة يقول لك واحد اغتصبني واحد منا يخرج الآن. دي فوا يأمنوه دي فوا ما يأمنوش، لأن هناك ما كاش طبيب يشوف اسكو كاين حاجة ولا. ومن بعد واش يشوفوا هذوك، واش يشوفوا هذوك، يشوفوا اسكو يهضر مع واحد، اسكو يهضر مع العائلة تاعو، يخلي آثار باللي هاد الحاجة صارت معاه. انتوما كبرتوها باش تدخلوا الجيش، الرئاسة، الدولة، وعندكم هذا تاع 22 فبراير اللي راه جاي. الحراك الحراك، يخرج واحد كلكم، خرج واحد على قرعة تاع الغاز الحراك، خرج واحدة على أي حاجة تقولوا حراك حراك. الواحد اللي ما عندوش سبيل، ما كاش أهداف، تسطروا اهداف. ممسي بومالا راه معاكم، وقلكم ان هناك 3 مراحل للثوره، ما راكمش تتبعوا بيناتكم، ما راكمش تتبعوا هذا. قال لك لازم نخدموا، لازم نخرجوا نعطوا دي زالتيرناتيف، لازم نعطيو للشعب هذا واش نسواو، واش نقدروا نديروا، واش من التغيير. العربي هذاك بالعربي خرج منكم، لان قال لك هما بغاو يديو البلد للهاوية، والناس كاع اللي خرج من راشا ديتو شافتكم باللي راكم تاع عملاء تاع برا، راكم تخدموا أجندة أجنبية، لأن علاه عندكم هذوك في القلب تاعكم لا رونكون هذيك تخرجوها اليوم، لأن عطاكم الزبط الجيش، الشعب اللي رفض السلاح
لأن ماشي كاع الجيش هو اللي يحارب الإرهاب، الشعب، رجال ونساء، رفدوا السلاح وخرجناكم، ما تقدروش توليو بسلاح. دونك واش راكم ديروا؟ النش من هادي تلقى في العالم اليوم كاع لي جورنو يخرجوا هذيك سون بروف، اوراس في كندا، في لونجلتير، راشيا، جنوب افريك، لي جورنو فرونسي كاع اغتصاب اغتصاب. هو ما كان والو، ما هضرش على الاغتصاب ايتو، انتوما اللي تلفقوا التهمه. ايه لو كان يخرج اللي دارها يخلص، لان رانا ضد هذه التلاعبات هذه. ولكن انتوما ما لقيتوش، واش قاع الدنيا قاع ما لقيتوش اي حاجه تشبكوا عليها هذه؟ دونك لازم نوليو شويه النور، لان اليوم الجزائر على خرجتو قاع كي السردين قاع على خطره. الناس اللي راهي دير مثلا في الجي، في الجيري، في لوروبيتو، واش راكم يديروا؟ راهم يشوفوا برك في المحيط هذاك تما واش راه صاير في الجيري، هذوك الناس عايشين في اوروبا المعارضه، هذا ما كان. ولكن هناك صوره كبيره عالميه، صوره عالميه، واش راه يصرع في العالم عنده تاثير على هذه القضيه هذه اليوم. تقولوا كيفاه كل شيء اللي صرا في العالم عنده تأثير على الجيري؟ لازم تتبع نتايا واش راهي دير الجزائر اليوم على الساحة الدولية. دونك المخابرات الخارجية راهي تسيطر اليوم، راهي تبدل لي بيون واحد واحد باش ما تمركش الحالة. تروح انت تبدل كوش على خطرة يطيح الخدمة، تطيح الخدمة. دونك هذا دو موا يعطي لي كونسين الواحد، دو موا يعطي لي كونسين الواحد، هذا في اوروبا، هذا في سويسرا، هذا في الامريك، هذا باش بالهداوه، ماشي فقط تروح تكسر الجهاز هذا في العالم. كل واحد يعطي لي كونسين، بعد هذا يتبدل، هذا يتبدل، هذا يتبدل، ومن بعد الناس يشوفوا الخدمه. هذا واحد. وزاره الخارجيه، وزارة الخارجية راهي تجري بارتو. دونك الأهداف اللي سجلت مثلا قضية ليبيا، قضية ليبيا ستا كروش بي لوطو، اتفقوا كاع يحطوا واحد ريبريزونتو تاع لا سلوفاكي، هذا اللي خرب العراق وخرب بلدان أخرى في ألبانيا ايتو، دخل بارتو هذا الانسان هذا. مي سي ان ديبلومات، واش يدير؟ يحمي لي زانتيري تاع بلادو تاع لوروب اللي بعثاتو. دونك واش راه يدير اليوم؟ هو افغانستان والعراق، ودوك بغاو يطبعوه ليبيا. معليش، المبعوث كان ناتو، انسان تاع الناتو اللي بعثو بور ديسكوتي، ومن بعد كاين ان كروش بي خرجوا لهم ثلاثه تاع لي غوفرنمون. بيان سور الجيري راهي تلعب، تعرف السيستم هذا. هذيك لا ليست اللي ربحت عندها علاقه مع الدوله العميقه في ليبيا. دونك تركيا، قطر اليوم راهي ترعد، الامارات، مصر، السعوديه، فرنسا، كيف كيف، لان الهلال هذاك تاع البترول شكون هو ثم؟ روسيا. الهلال هذاك تاع البترول واش داروا كاع الناتو باش لتكسير قوة روسيا؟ دوك لو كان عندنا بترول ثم من البحر، من سوريا، من هذه من هذه، لو كان تحت سوريا، لو كان تحت ليبيا مليح ايتو، دونك هناك بترول وغاز يدخل لوروب، صافي دير الهيمنة هذيك تاع روسيا على لوروب تطيح، دونك يشدوها من اليد هذيك اللي توجع. اليوم روسيا واش دارت؟ راحت ثم لسوريا حكمت واحد بلاصة شابة، جات ليبيا حكمت بلاصة شابة، لأن علاه سي لانتيري تاعها،
الامن القومي تاع روسيا اللي راه في اللعب. دونك لازم تلعب اللعب تاعها اليوم. واش مازالها؟ واش مازالها؟ لان هناك كما قلت لكم روسيا لو كان يوصل 2022 هناك قوانين جديده تبدل في البوسفور، دونك لا تركي تكون عندها هيمنه على روسيا كبيره. دونك هذوك لي باطو تاع الحرب ايتو، لان لا ديسيزيون يتبدل الحكم يولي 100% لتركيا بعد 100 سنه. دونك 2022 البوسفور هذا والماء هذا يكون عندها القوه تركيا. دونك روسيا لازم تهبط من تحت البوسفور هذاك، تحت قوتها في سوريا، قوه في ليبيا، وممطو عندها حليف هو الجزائر، تكوفري روحها من كل البلدان. واش دارت روسيا ثاني؟ حكمت مالي. دونك مالي عندها علاقه ليهم. دونك والصحراء الغربيه، والصحراء الغربيه او بين علاقات مع الجزائر ومع روسيا. كاع لارمومون تاع الصحراء الغربيه سي ان ارمومون روس. غدوه لو كان يكون اي حاجه تقول روسيا رواحي، صافي دير روسيا راهي تلعب اللعب تاعها. وين كاين الغاز مثلا سي الترناتيف لوروب باش يكوبي هذاك الغاز تاع لا روسي، دونك يجيبوه باطل. دونك روسيا لازم تصدم تحكم هذوك القواعد تو. دونك راهي معانا ثم في السود، راهي في النور تاع ليبيا، راهي هنا، راهي هنا، راهي هنا، راهي تعس. الكلاب هذو علاه طاحوا على خطرة؟ اي حاجة تصرى مع اسرائيل، اي حاجة تصرى مع اسرائيل لازم تنوض الناس اللي راهي تلعب لا دبلوماسي. شكون هو يلعب لا دبلوماسي اليوم؟ شكون؟ روسيا؟ نعم. الجزائر؟ نعم. تونس؟ لأن تونس كانت هي رئيسة مجلس الأمن في جانفي، دونك جانيوري كانت رئيسة مجلس الأمن. دونك رئيس مجلس الأمن يقدر يجيب لاجوندا، يقدر يجيب من عنده لاجوندا ولا يقبل لاجوندا اللي يجيبها البلدان الأخرى. دونك عندك 5 بيرمانو، عندك 10 الترنو. واش يديروا كي صارت هذه القضية هذه تاع إسرائيل؟ قلت لكم كاين واحد الموفمون يصرى اليوم مع إسرائيل. دونك حتى واحد ما بغى يدخل لاجوندا هذيك اللي عندها علاقة مع إسرائيل. على هذا داروا النش في جانفي في تونس. هذه فيما يخص قلت لكم إسرائيل. الاتحاد الأوروبي اليوم، الاتحاد الأوروبي اليوم انتخب باللي تطبيع هذا مع إسرائيل ما يجيب والو. كل البلدان، كل البلدان. دونك شفتوا واش راه صاري في العالم؟ لا دبلوماسي منا، السلاح منا، الخونة منا، البترول والغاز يتو. دونك تلعب لعب، لازم تلعب لعبك. عندك الايكونومي، عندك الجيش، عندك الاستقرار، عندك، وتشوف واش راح صاري في العالم. دونك ايماجين الاتحاد الاوروبي 50 بلاد، الاتحاد الافريقي جو فو دير، الاتحاد الافريقي قالك تطبيع هذا مع اسرائيل ما عندوش اي معنى. دونك اليوم عندنا قيادة جديدة في الاتحاد الافريقي. دونك كي تقولوا قيادة جديدة صافي دي لي زيليمون هادو مازال ما شردهمش المخزن كما دارت لي ديبيوتي قدم هادو، عطات لهم كاع تشيبا ومن بعد النص خرجوهم لان عندهم لا كوربسيون. دونك الدراهم هذه كاع اللي خسرت المغرب عليهم خسارة، راحوا خرجوا هذوك. دونك الأنس جدد هذا، الأنس جدد هذا ديجا حنايا عندنا الخيوط معاهم، دير خيطها مع هذا مع هذا مع هذا، تي فا بروتيجي بزاف حوايج. دونك لانترفونسيون هذه تاع اسرائيل في الدول الافريقيه، او ميم طون لاجوندا، او عندك الصحراء الغربيه اليوم دي ديبوتي ام يهضروا مع بايدن
باش هذا القانون هذا تاع الصحراء الغربية يولي القديم، ما كاش أي دونك بغات المغرب تطبع مع إسرائيل، ما كاش هذه تاع قصة تاع الصحراء الغربية، خلاص ينحيوها، لأن هناك أعراف دولية، ما تقدرش أنتايا تبدل الأعراف الدولية هذو. أو خرجت اليوم لإسبان أو خرجت لاسويد، قلت لهم كاع نوليو إلى القانون هذاك اللي فوطينا من قبل، باللي الصحراء الغربية عندهم الحق يولي بلاد. دوك الضغوطات هذه والاتحاد الإفريقي باش يبعد شوية إسرائيل، أي روح لبلادك. دونك لازم حنايا اللي راهي يجري كاع في العالم لازم نديروا له مشكله. دونك هذا شوفوا واش راه صاري في روسيا اليوم، لي مانيفيستاسيون. دونك الجزائر لازم نهجو الشعب. دونك شكون هو خارج؟ هذوك قاع الطبات كاع خرجوا اليوم. دونك على بالكم لو بروبليم سي كو ميم يا دي جون اللي كانوا سي دي سافون، سي دي خبراء، دي زيكسبير في الجيري، اليوم راهم دائما ما يخرجوش من الاوراس غير الضرب في الجيري. دونك انتايا نون سولمو هذوك تاع الشارع اللي ما يعرفوش يهضروا، اليوم عندك دي زيكسبير ما يهضروا، بعد لي زانفيستيسور من الجيري. دونك حنايا باش انت تنوض شويه، باش تنوض شويه، لان تنوض الجزائر تنوض افريقيا هكذا. ان انفستيسور كي يجي يقول لك انا نجي لالجيري، صافي دير حنا نفتحوا البيبان على اوروبا، على افريقيا، كاع البلدان الافريقيه يزدهروا معانا. بصح هما لا يركعوك، ومن بعد يجي بلدان اخرى، يجي بلدان اخرى. دونك حنايا عندنا لابوي، شوف اتونسيون، عندنا لابوي تاع الروس، تاع ساوث افريكا، تاع تشاينا والبرازيل، هذو الناس اللي بغاو يدخلوا الى افريقيا هما اللي يقدروا يعاونونا، ميم سي ما نجيبوش دراهم من فامين، نجيبو دراهم من البريكس. دونك هذو لي زيكسبير هذو اللي يخرجوا من الاوراس في القنوات هذو الفاشلين، واش يديروا بعد لي زانفيستيسور هذو من الجيري بعدهم؟ دونك كي تبعهم من الجيري، دونك تشوف تونس راهي غير مستقرة، مصر غير مستقرة، ليبيا غير مستقرة، تشوف كاع البلدان هذه غير مستقرة. وشكون يشوفوا؟ يروحوا لإثيوبيا، يروحوا للمغرب. المغرب دونك ان انفستيسور كي يدخل للمغرب، حنايا غلقنا الحدود على الجزائر، دونك واش يشوف؟ يشوف الحدود الجنوبية، صافي هادوك لي كومباني اللي انفستيو في المغرب باش البرودوي تاعها يخرج من الطريق. دونك يفا سيبورتي هذه تاع الصحراء المغربيه، ولا يبعث الجنود يقول لك انا عندي دي زونتربريز باش يخرجوا الموريتانيا يروحوا الى افريقيا. دونك جو فير كوم سا، التوب هذاك اللي يجي من نيجيريا نورمالمون يجوز على الجيري يروح لوروب. دونك عندك على بالنا ليبيا والمشاكل تاع تونس ايتو. دونك المغرب بغات تسيطر على البروجي هذا، سيت ان بروجي تاع 300 مليار دولار سنويا، ايماجين. دونك يجيب هذا البروجي، يجيب 300 مليار دولار لنيجيريا. دونك حنايا الى جاز من عندنا ناخذو ان بورسونتاج، لان في امان. دونك حنايا عندنا لي فورس باش نحميو التوب هذا، نخلقو مثلا شبان افيك دي زارم يعسوا التوب هذا، ومن بعد لي نافات اللي يجوزو من الجيري بلي كاميون لي سومورو مورك نديرو لهم ثاني يعسوهم دي كومباني بريفي. نقدروا عندنا القوه نديرو هذا، بصح لو كان ما البروجي هذا ما يتاسسش في الجيري، يروح مثلا الى المغرب اللي راهي تجري وتخلص الملايا باش تدير البروجي هذا. دونك انا قلت لكم واحد ينفستي مثلا في بلاد كي تجوز التوب من بلادك، يفرض عليك لا سيكوريتي، يفرض عليك يقول لك الصحراء هذا لازم نديوها الصحراء الغربيه تولي مغربيه ونحميك ونعطيك
السلاح ونعطيك لومباساد يكون تمايتو شفتوه. دونك باش يجوز التوب هذا دونك اون فاينيو للصحراء الغربيه نقبلو باش ينطبعوا مع المغرب. الا جاز مع الجيري ما تشوفش كاع البروبلام هذا تاع الصحراء الغربيه خلاص. دونك تو فا سوتنير المعاهدات الدوليه. شفتوا وين راه المشكله اليوم؟ لان القضيه تاع الصحراء الغربيه كريت واحد المشكله جديده. دونك اون فا فوار هذا التريك بوندون ديسي دو موا ديسي دو موا او يبريباري فرحه مهني واحد البروجي مالوروزمون او يشوف باللي واش راه صاري في الصحراء الغربيه ليس في صالح تاعو. دونك هو يخلق اليوم واحد المشكله جديده ثاني في الجيري او يكونفلي او عندك الماك فرحه مهني او عندك تونس منا او عندك ليبيا منا او عندك مالي. مالي قلنا حطينا ثم الجيش اللي راه يخدم مع روسيا. دونك نحينا واحد المشكله. دونك لي زيليكسيون تاع النيجر الى ياخذوا هذاك لا باسكو ديسيديو ياخذوا هذاك تاع القبيله يتفقوا كاع ما كاش الاقتلاء ما كان والو. حنا نشوفوا كيف نعاونوا نيجيريا باش تجوز هذه المشكله هذه. يبقى على ليبيا. قال ليبيا دونك الى اتحدوا كاع لان كلش كلش راه في الهلال هذاك تاع البترول. الا ما كانش البترول تموت صافي. يقولوا لهم كاع ما كاش مشكل ما تخاصموش ما تقاتلوش البترول كاين يروح كاع للشعب. شكون اللي ينطل اليوم؟ هي تركيا نعيدك. وعندنا المشاكل بيان سور الاماراتي تو. دونك هادو التطبيعات هادو مع اسرائيل لان الامارات دات تطبيع باش تجيب هذا اف 35. المغرب دات تطبيع باش تجيب مثلا هذا كل واحد دار تطبيع باش يجيب حاجه عنده. بصح البروبليم هذيك الاشياء اليوم نحاتها امريكا قالت الصحراء الغربيه تولي القديم. اف 35 هذا ما نقبلوش خلاص ما نبيعوهمش اليوم. دونك درت تطبيع بوريا. ايماجين كاع عم تكلبوا اليوم تكلبوا. دونك السعوديه راهي دير لي زاجون تاعها مثل انوار مالك. المخزن راهو يدير لي زاجون تاعو مثل هشام عبود وراشد ومع مع الموساد مع دخلوهم كاع. وغاني مهدي تخلطت الحاله ما على بالك شكون راهي يخلص. راهم يخلصوا كاع الناس راهي تونكيسي. اخرج اضرب في الجيش اضرب في الجيش لان الجيش هو اللي زير لك الحاله. مامسي عندنا نقد تاعنا اتجاه الجيش ولكن هناك سيطره. المشكله اللي راهي اليوم المشكله اللي راهي اليوم سي كو لانفستيسمون. حنا بغينا نفتحوا لانفستيسمون على شركات صينيه يابانيه المانيه. اللوبي الفرنسي لازم يدير لك النش. الا ما تعطينيش انايا لابار تاعي تاع الكعكه نحرق لك البلاد. اللوبي لوبي او يخدم. دونك مستعمل هذه تاع السيارات. دونك تو كاروا المينيستر هذا تاع الاندستري ما على بالوش هذه الاشياء. مسكين يقعد في البيرو يشوف هكذا اللي لوبي كل واحد يجي يجي يجي. ومن بعد انت لازم تخمم كي يجيك واحد ما يجيكش على عينيك ولا او على باله واش راه جاي. لي مينيست هادو اللي راهم يجريو لي زومباسادور كل واحد هو على بالو علاه يجري. يجري لانه كاين واحد على بطنو على كرشو. دونك المغرب اضافة الى تطبيع مع اسرائيل عنده البوض علينا. باغي ينفستي باغي يخدم باغي يدير باغي يدير هذه ما تقدرش. انت راك تنفيستي دراهم على الفاشلين وزيد تروح لك الصحراء الغربيه صافي ما دات والو. انبطحت نحيت السروال بوريان. دونك راك تخلص هذا وهذا وهذا. دونك ايماجين ايماجين لوروب كامل النص تاعها ما بغاوش العلاقه معاك. العلاقه هذه قالوا لك لو كان تولي للصحراء الغربيه دير لهم المشاكل تو حنا نقطعوا العلاقه معاك.
في بلدان أوروبية. البلدان الإفريقية اجتمعوا، ينحيوا إسرائيل هذه من هنا. صافي انت كستان مومبر كنت أبسون في الاتحاد الإفريقي، وليت الجزائر لعبت شوية دبلوماسية. أخويا روح روح تخدم، قبلاتك الألجيري، نو سولمون قبلاتك الألجيري تولي لليونيون أفريكان، لأن هناك كوم أوبسيرفاتور الصحراء الغربية داخل. دونك ومن بعد كي كانت الصحراء الغربية داخل، مسيو فرحات مهني باي بعث برية للاتحاد الإفريقي، لأن هناك أشياء اللي راهي طبخة. دونك هناك شيء جديد لسوء الحظ، الناس اللي راهي تخلص ما يخلصش فرحان مني، ولا الناس هادو الراكاي هادو باينين يروحوا في التاريخ الى مزبله التاريخ. من تايا الناس اللي راهي تجري، راهي تجري باسم الدبلوماسيه الجزائريه، ما راهيش تجري باسم بوقادوم ولا العمامره ولا طونسيون. الدبلوماسيه الجزائريه هي تاريخ. دونك مثلا انا جيتي ابصو على هذيك لا فيديو هذيك تاع رافع مع خونا هوب دي زاد ايتو وخونا كاسبا ايتو، كنت ابصو عندي واحد الشغل، ومن بعد الصوت ما كانش يمشي مليح، معليش خطرة اخرى ان شاء الله. كنا يهضروا على الامير عبد القادر ولا دبلوماسي، كيفاه لعب لا دبلوماسي. دونك حنايا لان في الامير عبد القادر عندنا ليستوار تاعو، عندنا لا فوتو تاعو، عندنا العالم المعاصر هذا هضروا عليه، هناك اناس عرفوه كتبوا ويتو. سينو الجزائر معروفه بلا دبلوماسي من عهد سيفاكس. اوكي الجزائر كل وقت او عندنا واحد دار لا دبلوماسي بين البلدان. اوكي ومن بعد هناك اشياء دارها ماشي مليح عايتو في حياته، بصح واش دار كبير صفات بين القرطاجيين والرومان. دونك نشوفوا مثلا عبد القادر، الامير عبد القادر واش دار لا دبلوماسي، واش دار باش يحمي هذوك لي كريتيان. دونك الناس راهم يشوفوه قمه. دونك ان نزيدو مثلا لي بروبليم بين العراق وايران بمدين هو اللي صفاه، بين اريتريا و اثيوبيا بوتفليقه هو اللي صفى المشكل، امريكا وايران. هناك مشاكل عديده في العالم لقات لا سوليسيون تاعها في الجيري. اوكي عندنا سيفاكس، عندنا سميتو ايت حمد، عندنا العمامره، بوقادوم، صالح الحاج، بومدين، هذو كاع لعبوا. بوتفليقه هادو كاع لعبوا لا دبلوماسي في العالم. اليوم كاين مشاكل ليبيا مثلا، المالي مثلا، رانا نلعبوا الدور تاعنا. دونك هناك مشاكل عديده في العالم، بين سوريا ولبنان، فلسطين، الصحراء الغربيه، ايران وامريكا، بين الليبيين، اثيوبيا، اريتريا، العراق، ايران. ومشاكل، كان بزاف مشاكل، وحنا لعبنا دور مهم في الدبلوماسي هذه. اوكي دونك الجيري عندها ان بوزيسيون مختلفه في العالم. اي واحد قلت لكم بغى الصلح يجي الجيري. دونك لازم الجيري تقعد هكذا سامبول للعالم. اي واحد ممسي اللي يكرهك يقول لك هذو رجال، يجيب لك حقك. لي زاميريكان كي جازو من الجيري اليوم 40 سنه ومازال يهضروا، يقول لك حنايا سي غراس على الجيري اللي مازالنا عايشين، لعبت لا دبلوماسي. دوك نشوفوا اليوم هذا المخزط هذا انوار مالك ولا هشام عبود ولا عبد السما ولا غني مهدي، يقلل من قيمة الجزائر في العالم. ممسي واحد غلط، كاين دي بيرسون غلطوا،
بصح كاين اشياء كثيره مليحه في الجيري، مليحه في المون، لي سوء الحال تلقى الالماس. كريم طابوي يعيط الاوراس مع علي بالحاج تو مراد صالحي هذا كيتو غير اقصف اقصف اقصف، لان هناك مهمه كل واحد عطاو له المهمه تاعو بالتليفون ولا الغيظه هذيك مازال عندك، ميم سي حتى واحد ما يقول لك روح اخويا هضر ضد الجزائر، مي عندك هذاك الحقد هذاك، هاي عيط الاوراس وخرج واش كان في الجعبه تاعك. ستان بروبلام هذا، ما نقدروش نبنو بلاد بهادو كاع اللي عنده لا فونجونس يجي باش يخرجها. كل واحد منا عنده لا فونجونس، يعني كاع لا ليست هذه عندهم ليستوار، عندهم كاع ليستوار، شوشان هذاك اللي خرج الكتاب السعوديه، كلهم كلهم عندهم شامة، دونك خرجوها في العالم. الجيري ما لعبتش الدور تاعها باش تكنس كاع هذا المعلومات هذه. هذا هي جماعة بودي يروح يرفض قضية ضد الجزائر ضد الإنسانية، وشرفتوا واش راهم يحوسوا. هو فاشل أخو هذاك فاشل أنوار مالك ويهدر الجيش الجيش هذا شنقريحة هذا هذا، ما عندهمش شغل واحد آخر. ايه روح لقى حاجه تخدمها. دونك الكلاب هذا، لان هناك اناس تحت المجهر راهم يخدموا في العالم ما تعرفوش من با النون تاعو، بصح خدام في لي ناسيون زوني في نيويورك في واشنطن دي سي تحت الطاوله، خدم هكذا تجيب هادي اصدم من اوروب من جنيف، او عندك بلاد نون سولمون عندك بلاد او عندك اشياء اخرى، فلسطين ويشوف الصحراء الغربيه ويشوف ليبيا يشوف تونس مسكين هكذا لازم نعاونوه. دونك الناس يقول كيف تعطي لهذا نحاو كاع دراهم هذيك المعاونه تاع فلسطين وحنايا كنا في مشكله بصح لازم نعاونو. طيب دونك لو كان الاسرائيليين هذو يكونوا اذكياء كي تعاون تاع فلسطين ياكلوا ما يروحوش يقتلوا ولا يسرقوا ولا كي تعاون هذاك البابل هذا ياك هكذا، ولا مثلا كي تعاون الصحراء الغربيه اوليو يعيشوا على هذوك قطاع الطرق ايتو لي كاميون لي يجوزوا من المغرب حتى موريتانيا، كي يكونوا عندهم تاوي ما يديروش السرقه ما يديروش لي كريم. لازم الدول تفهم هكذا بعض الدول باللي هذاك البابل كي تعاونوا ما يديرش المشاكل. دونك رانا في العالم سيفرق هناك مشاكل داخليه الدوله. دونك انت واحد مثلا عنده في الطبله تاعو عنده 50 تاع لي دوسي، ينسى ينسى المشاكل الداخليه ينسى، لان قضيه الحليب دخلت للسياسه، قضيه المحامين للسياسه، السيارات للسياسه، كل واحد علاه علاه هذوك الناس على بالهم ما عندهمش اي حاجه دونك يخربشوا لك كاع البروغرام تاعك. هذه هذه تونس كانت رئيسة الأمن الأمن سميتو مجلس الأمن في جانفي، داروها النش داخل بلادها، نسات القضايا العالمية باش ما تدخلش، لأن اليوم هناك أناس ضد إسرائيل هم يخرجوا في العالم هكذا. انت لا لا ما تخرجش تروح تهدر في العالم مثلا ضدنا نقلبوا لك بلادك. دونك مثلا هناك اناس فرحوا وشفقوا لان الاتحاد الافريقي خير الجيري باش تكون ممثل على افريقيا باش تكون مازال. دونك هما داروا فقط بروبوزاو الجيري، بصح لازم يكون انتخاب اوكي في لاسومبلي ناسيونال، هذه في لاسومبلي جينيرال لازم يكون الفوت. دونك لازم الفوت. دونك الجزائر اليوم اليوم الجزائر واش راهي دير؟ كل كونفينكر هادو كاع على الاقل 2 على 3 فولي كونفينك، او عندك 200 بلاد
شوف الناس اللي راهي تجري دون لي كوليس، في القهوه، في الطروطوار، في الشومبرا، في لوتيريتو، باش لومباسادور هذا راه في الجيم، ما كاش مشكل. طاف تروح لواحد اخر، تروح لواحد اخر، وبعد تبع البلدان، وانت ديسيدي مع امباسادور، خلاص عطاك سميتو الكلام تاعو، سمانه من بعد بدلوه. دونك تعاود من دار وجديد، لازم تبع البلدان، شكون البريزيدون؟ ماينمار اليوم الانقلاب، اوكي، صافي دير الانقلاب في بلاده، ممكن يبعث واحد اخر. لي ناسيون زوني لي زومباسادور يتبدلوا. دونك الناس ما راهيش راكده، ما ترقدش. الناس يقول لك الدومين هذا ما يعرفوش ميم با، بصح الناس عم يخدموا، روح لهذا، روح للبلاد هذا، شوف البلاد هذا، اللي على بالك باللي ما يعاونكش ما تكسر في راسك معاه، خلاص ما تروحش انت مثلا لومباسادور ولا لو ريبريزونتون تاع الماروك تروح تهضر معاه، على بالك باللي يكون ضدك، يكون ضدك. بس حنايا كي مثلا لا كوب دي مون على بين امريكا والمغرب، حنايا فوطينا للمغرب، ما عندناش هذا المشكل هذا. دونك لازم، صعيب اليوم، صعيب، لان جبدوا هذه العلاقه، هذه دخلونا في الدوامه، راهم يفينونسيو كاع الخوانيتو. دونك اليوم على العالم اعطيني 700 مليون، 700 الف دولار، ولا هذا مليون دولار، هذا 120، هذا كله يخلصوا دراهم كبار. اوليو هاد الدراهم استثمروا هذا في الشعب المغربي اللي يستحق الدراهم هذا، والشعب المغربي واللي نور يقول لك تعطي له جون افريك، تعطي له مليون دولار، على ما تعطينيش مليون دولار هذا ناكله. دوك الاتحاد الاوروبي قدم اعانات بور لي زارتيزون مغاربه اللي ما قدروش يعيشوا بوندون كورونا، وانت تروح تقدم هذا، ترميه هنا ترميه هنا، يولي ما يعاونكش، ولا هذاك الانسان يقول لي انا ما وصلني والو. الاتحاد الاوروبي لهنا قدم الاموال ما وصلوش للمغاربه، علاه؟ لان لي ديبوتي خلص لي زوتيل، عطيلو نسا شراب، مشاكل لي فواياج، لي باطو، لي عادي. دونك شكون اللي ينطى اليوم السلطان هذا المغربي، او يدير المشاكل في بلاده، لان بلاده هي اللي تنوض. علاه تعطي مليون دولار الواحد اللي ما يستاهلش، باش يكتب على الجزائر، يكتب حاجة ماشي مليحة من بعد. بصح كاين أشياء عديدة راهي تدخل، لأن هذو الكلاب هذو أبريل لو 22 فيفري يوليو للجحور تاعهم، خلاص ما كاش، ما عندهمش قوة. أو راس يقول لك لازم انحراك يولي، دهينة لازم انحراك يولي، زيتوط لازم انحراك يولي، الغاني والسمارة والهشام والأنوار واللالماس وكريم طابو وعلي بالحاج ومراد صالحين، ونزيد لا ليست راهي تاع الخوانة راهي كبيرة. الواحد اللي يروح معاه ضد بلاده يقول واحد راه ان اونسينيون تاع لونيفرسيتي يقري دي بوليتيسيان، يقريهم في جامعة الجزائر، يقول له تبون ماهوش هو الرئيس، لومباسادور تاع فرنسا هو الرئيس، ومازالوا هذا الانسان في الجيري، او يدور من بلاطو لبلاطو، خلاوه نورمال. تقولوا انتم دوله، هذه الدوله راهي تدير ودير، ايه هذا الانسان كان في بلاد واحد اخر، خلاص يديوه للصحراء، بس خلاوه يهضر. الناس راهي تهضر في القنوات اخرى، لي جورنو، لا كاريكاتير، كلش. بصح لازم يكون في دومين محترم محترم، ومن بعد انت لو بروبليم سيكو غاس غلط، تغلط وتقول لا نخلي هذاك الارتيكل هذا، ورانا نشوفه. بصح المشكله
المشكلة سيكو كاين هناك الحبل تاعهم راه طويل، يغاول يروح للمباصد تاع سويسرا ولا يروح إلى الأمم المتحدة باش يدير، يقول لك لازم أنا ندير امبلانت ضد التبول باش يحكموه في المغرب. هو راه في السبيطار في المغرب، في ألمانيا راه في السبيطار يحكموه في المغرب. واش بغيت نقول، هو عميل مغربي، يجوز 22 فيفري يجوز. بصح هناك أناس على بالي اليوم، هناك أناس أم يخطوا قبل 20 أفريل أم يخطوا باش يقلبوا البلاد. هذه مشكلة، لأن الأجندة تاعهم باينة، الأوامر عطات لهم الأوامر باش يقلبوا البلاد. دونك أنايا مثلا، أنايا ما نستنفع والو إلى تقلبت البلاد، ولا ما تقلبتش أنا ما نستفيد والو منهم. بصح كي تقلب البلاد، هادو عندهم منفعة، هادو عندهم منفعة كبيرة. دونك لا ساتيسفاكسيون هذه بيرسونيل ومورال ديجا عندهم تسوى ملايير. دونك المؤسسة، كي تكسر المؤسسة هذه اللي خرجاتك بصفر، ما تسوى والو. نقيب نقيب نقيب، أي واحد يكون نقيب، بصح النقيب اللي يخرج بشلاغمو وعنده السيرتيفيكا هذيك اونورابل. دونك ماشي كيما نتايا تروح مثلا خرج نتايا السيرتيفيكا تاع لا روتريت تاعك بهدلوك فيه. هذاك فقط ما تقدروش مما تحطو في الحيط، علاه؟ لأن موسخ عميل. دونك اليوم يخرجوكم دي سيرتيفيكا عميل حركين خاين، ومن بعد يقولوا لك لا مونسيون جيد جدا، وزيد يعطيو لك واش من البلد، لأن راكم خدمتوا عاهرة تاع البلدان، ما خليتو فيها بلاد. التركي على بالها باللي فرشة خلاتكم، قطر على بالها باللي فرشة. دونك مام البلدان الأخرى يقول لك هادو ما يعرفوش مين بيخونو، ما يعرفوش مين بالخيانة، ما تعرفوش. وبورتو راكم تخدموا مع الموساد، والموساد يعرفوا كيفاه يديروا المشاكل انتو، بصح عيانين انتوما، عيانين. تجيبوا ديزانفورماسيون غير صحيحة تخرجوها كاع للعالم. إيه لازم تاني ما من ليزافوكا تاعنا، انا هضرت البارح قلت ليزافوكا تاعنا عيانين، راكم تسقيو على باش تولي سميتو، باش تولي يعني عدالة مستقلة. بس ما تقدروش، ما تقدروش لعدالة مستقلة، امبوسيبل، لان انتم خاينين. كاع لي جروب تاعكم ما يخدموا مع لي طرونجي، ما نعطيوكمش انا العداله باش تبهدلوها. إيه؟ صافي دير اي مؤسسه اللي كان فيها اي كنس كنس كنس، اما معليش روح لي طرونجي ودوموندي لازيل بوليتيك، يعطوك الاوراق والدراهم، المهم ما تقعدش تفسد لنا الاوضاع. إيه؟ هذا هو البروبلام، سي ديفيسيل. انا قلت لكم كاين واحد الفيلم الرومان هذاك ذا باربارينز، هذاك واحد فيهم كي ولا ستانكير يدو، قالوا له وشنو الخطه تاعك باش تقاوم الرومان. قال لهم الخطه الاولى هي القضاء على الخونه، باسكو كي يدير حاجه هو باش يدير، هناك قبيلة هنا قبيلة هنا قبيلة هنا، كي يدير حاجة مع كل كاع القبائل هذوك، يوصل الخبر للرومان. دونك واش قال له، قال له أول حاجة ديرها لازم تقص هذوك الخوانة، ومن بعد كي يبدأ كاع يروح للمنطقة هذه يخرج مع مثلا كلاب، يقول له حنايا نهار الحد نروحو نطاكيو. اوكي، فقط القبيله هذيك، ما يروحش للقبيلات الاخرى. ومن بعد يخرج هذاك يروح في الليل في الغابه ايتو باش يوصل الميساج،
يحكموه يقطعوه، يروحوا للقبيلة الأخرى، يروحوا للقبيلة الأخرى، حتى وين الخونة هذيك جبدوا كاع الريشان تاعهم. ومن بعد كاع القبائل كاع ولاد ما عندهاش الخونة، ما مشي يكون واحد بغى يروح يخون أو عنده الدرس، حطوا له الراس هذاك قدام الدار تاعه. دونك سي ديفيسيل باش دير حرب وانت عندك عملاء، عندك خوانا يبيعوا بلادك، يبيعوا الانفورماسيون، يبيعوا ميم سي بحاجه ماشي صحيحه، مي لو فات كو راهم في ليتروجي يوتيليزيو كاع هذوك لي زوتي تو يضرك. بس حنايا في ليتروجي رانا ضدهم، رانا عقابهم. اوكي نعرفوا كاع هذا تاع لي ناسيون زوني، تاع الامم المتحده، هذا الاتحاد الافريقي، كاع كاع صار حاجه في العالم على بنا بها. اوكي وان شاء الله اون فا سورغانيزي باش يشوفوا وين يروحوا، ندخلوا ثم للامم المتحده، يدخلوا ثم تو. عندنا لي بروف، عندنا لي بروف. اوكي البي في هذا مسجون، هاي البي في تاعو كان حاضر لافوكا تاعو ثم في الاستنطاق، يبهدلك يقول لك هيا هيا امشي هيا امشي. كاميرات، هاي كاين كاميرات 24 سور 24، ما كاين حتى واحد مغتصب. اي عندنا الانتربول ثم في بن عكنون ولا افريبول، ارواح شوف حنا رانا ندير الاستنطاق، لو ريبريزونتون هذا يشوف لي كاميرا دوك ما والو 24 سور 24. دونك العب لعبك. اه وي صافي نتوما بغيتو هكذا، حنا نلعبو لعبنا. ومن بعد توليو نتوما كي الكلاب، كي تروحو ديمونديو حاجه يقول لك عندنا البي في ديجا من لابوليس، كان لا تتلعب زعما انت تروح ترفد على ضد الرئيس تاعك. ايه ايه شويه من با ما تعرفوش تكذبوا، ما تعرفوش من با تجبدوا حاجه صحيحه تشبكوا فيها وتروحوا جوسكو بو. هاي لوكان علاه راكم تبدلو هكذا، نحي هذا من بعد تزيد السيارات، نحي الحليب، انحي هذه، نحي ما عندكمش حاجه صحيحه تروحوا ديريكتومون هي تجيب حقهم. درتوا الكتابات ودرتوا هذا، وبعد الناس يشوفوكم كل رانا نخدموا مع الجيش هذا، ما عندوش كاع هذه الاشياء هذه. منين جبتوا هذه الاشياء هذه؟ مالوروزمون سي كنتوما دائما نفس الشله، نفس الاناس. ما كاش مثلا كي يكون مثلا الناس دائما تخرج من السيرفيس هذاك توجور ليا الناس اللي تجيب لي انفورماسيون، سي فري يقول لك هذا حقيقه. الناس 80 سنه ما خرجت من الجيش، لو كان فريمون يخرجوا الناس كيما نتوما دائما، وهذا يدي له الدوسي وهذا يدير هذا. شفتو 80 سنه مازال متشبك، لان خدامين كاع خالصين يخدموا الخدمه تاعهم. اي غير نتوما هربتو ومن بعد درتو الكتابات تو بور جوستيفي الكتابات هادو، مازالكم دائما ديتو اللجوء السياسي، عطاكم الصحه نورمالمون شد فمك باش انت تبروفي اللجوء السياسي تاعك. اصدم كاين شي اناس داو اللجوء ما تجيش تعرفو كاع. هو هايلك واش بغا، يعطيها ليترونجي يدي اللجوء، راح طريب مع العائله تاعو، حتى واحد ما يقلق. خلاص ما عطاتني لالجيري، ما قلقتني لالجيري، ما ندير اي حاجه ضد الجزائر. هذاك او موا باين عليه دار هكذا، يجبع كاع لي بيكتشر هذاك التصاور هذاك تاع لابوليس في البلاد، الدواش نقلوه، يدير كاع هذا الحاله هذا، فيسبوك الاسم تاعو في الجورناليتو، يجمع كلش يحطها في بلجيكا، يعطيو له اللجوء تاع ثائر، وهو مسكين في الدار ما يعرفوش. اوكي كي يرقدو في الدار هو يخرج، كي ينوضو في الدار هو يرقد، في دارو ما يعرفوش. ايوا ومن بعد ثائر ثوار منا الاحرار منا. اي مالوروزمون سي كو لي نيونس اليوم تستعملو اناس تاع 15 سنه، تاع 5 سنين، تاع 6 سنين، ما يعرفوش مساكن. يخرج في البولفار اميروج ولا
يصقي يعني مسكين الرياضيات ما يعرفهاش، هاي ديك البروبليم. سيكو انا رانا خايفين لا جينيراسيون هكذا 20 سنه 30 سنه نخرجوا اناس جاهلين، ميم سي سي فري التيروريزم هذا خلقنا اناس زادوا في الجبل ما يعرفوا اي حاجه. اليوم راهم 25 سنه هذوك اللي زادوا في الجبل ما يعرف والو، يشوف غير الشجره والكلاش والمرتدين. ايماجين واش انت تقدم لهذاك الانسان ما عنده اي ثقافه، جامي شاف تلفزيون، جامي تزوج، جامي بيان سور الا داو له مسا تما، ما يعرفش الدنيا، لا بارابول ديال التليفون ايتو ما شاف والو، مسكين زاد في الجبل ايتو يعطيو له يعسل الكاريطه ايتو خلقوا له ستان روبو، ما عندوش بزاف ليماج في راسو. دونك وصلنا للناس راهي عايشه في المدينه مي غلقوهم ما يفكروش، صافي انت اللي عايش في المدينه وهذاك اللي زاد في الجبل عندكم نفس الثقافه، ما تخممش تشوف حاجه في فيسبوك نخمم اخويا اسكو هذه جات في محلها ولا لا، ندير شويه لي روشيش اخويا ما نقراش، ندير شويه لي روشيش لي فيديو نهضر مع الناس ايتو نشوف لي زوبينيون تاعهم. ما نقدرش انا نروح نرقد يغذيك واحد هكذا تك 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 لراسك ومن بعد غدوه من داك تروح تطرطق روحك، ولا خدم روحك خدم راسك. تشوف الناس هادو الاولاد تاعهم عندهم 30 35 سنه داوهم سيدي بيبي لونجلتير عم يخدموا في الامم المتحده تو، عندهم بيزنس طوموبيلات، عنده لا في الهانيه تاعو وليدو وليدو. انت يدي ابنك تاع 8 سنين يحطو في الفيسبوك يقول لك انا نخرج وما نخافش هيتو 8 سنين يضيع عينو يضيع حياته هذاك 8 سنين، ما يعرف الجغرافيا ما يعرف التاريخ ما يعرف الادب ما يعرف العربيه ما يعرف الفرنسي ما يعرف لي لونغ ما يعرف الرياضيات، خرجوا للشارع يتخاصم مع الشرطه عطي له سقله اليوم هو يديها في راسه صافي لا بوليس عطات لي سقله غدوه نولي للطريق عطي له سقله ثانيه هاي راه في عمره 10 سنين يزيد يديرها 5 سنين من بعد يولي خارج طريق، لان دائما يخرج دائما يخرج مع الشرطه. دونك سي با زان انا ادوليسون خلاص ولا كبر يديوه للسجن إعادة التربية عامين يتخاصم ثم ما عندوش بابا ما عندوش يما هيتو صافي يخرج لك مطقطق ترجعو للشعب لا سوسيتي يدير جريمة يولي خلاص كريمينال. هاي اللي كيفاه مساكن هذو الناس هذو اللي خارجين طريق مساكن، هناك دي ريزون هناك أسباب كل واحد وشنو السبه تاعو. امير دي زاد هذا مثلا كي زاد في الشارع الانسان لازم يشوف علاه راه يدير هكذا، لازم يشوف تاثير هذا تاع لا سوسيتي ما رحماتوش. دونك او كاين شحال الالوف الالوف تاع امير دي زاد ما خرجوش فقط هذوك الضامير تاعهم يهضر معاهم يقول لهم انا ما عندي والو كانت هادي دخلت المدرسة 9 سنين ولا راحت حياته منا رانا نخلقو اون جينيراسيون كيف كيف كل واحد بنين السبة تاعو. بس هادو اللي راهم يتبعوا الحراك وما فهموش فيها والو نورمالمون يكونوا في المدرسة يخرجونا دي كادر يقراو يتعلمو يديرونا لا كرياسيون لي زانفونسيون ايتو نجيبهم للشارع لان الشارع خاوي لازم نعمر انايا بلي زيتيديون بلي زيلا لي ليسيان وهذوك البزاوز هذو. واحد مثل كريم طابو قال لك انا نفتخر كي نشوف الدراري يخرجوا يدومونديو على الديمقراطيه، وين يعرف المسكين مازال بلي كوش وين يعرف الديمقراطيه، انت ما تعرفهاش، انت وصلت للافافاس بدون ديمقراطيه، وصلت للهرم بدون ديمقراطيه. مسكين هذاك الانسان الصغير سي دوماج دوماج كي نشوف هادو سي دي جون صغار هادو سي فري الفرحه انا كي قلت لكم الحراك هذا الفرحه كاع الناس ظلمت، بصح كي تعاودها تعاودها ودي الدراري
والاستاذ كيف كيف، استاذ السنديكا دخلها مع السنديكا، دخلها مع الام اس بي، دخلها مع هذا مع هذا، دونك يقصفي لا في تاع الدراري. على هذا لازم يولي القزول في كل المستويات، اخدم الخدمه تاعك، قري دراري، ما كاش لا غريف، او عندك السنديكا تاعك هو اللي يدوموندي الحقوق تاعك. دونك كاين الانترنت تو، ما كاه رب السنديكا هذا، عندك مشكله بعث لها رئيس مباشره، واش كاين؟ قول لي واش كاين. مرتك ما طيباتكش الحليب، اخويا دوك نعيط لمرتك نشوف واش كاين، ومن بعد انت تقاسبي كاع لا جينيراسيون تاع الناس، وانت اللي يعطيك مثلا 20000 ولا 30000 في الساعه تروح تقريه لي مات، بصح في الخدمه تاعك ما ديرهاش. ولا هذاك الاستاذ مسكين ما قدرش يخدم، استاذ ما قدرش، ولا دار تراباندو العشيه يروح يدير تراباندو بالطوموبيل ولا كلونديستان. دونك هذه قضيه واحده اخرى، ما تكاسبيش نتا حياتك نتا تاع اناس هذوك الصغار ترميهم للطريق باش ما يقراوش باش ما ي... دونك شفتوا المستويات، كل واحد عنده لا ريسبونسابيلتي تاعو. هذا اللي يقول لك استقلاليه لا جوستيس، لا جوستيس ما يعرفوا فيها والو. كي تكون استقلاليه يكون انضباط، يكون انضباط، يكون هناك قانون اساسي تو. ما تقدرش انت ما تقدرش تروح تخرج تاتاكي نوتر انستيتيوسيون لان هناك انضباط في الانستيتيوسيون تاعك. اليوم الاستقلاليه اللي راهي اليوم احسن من الاستقلاليه تاع العداله كي تكون وحدها، لان اليوم عندك فريدم اوف سبيتش، يعني تخرج تهضر، عندك الحق ترمي تقول هذه ميم لا ديفاماسيون، لان هناك مشكل سياسي اقتصادي، الدوله راهي بسياسه، ما كاش السلاح، الشرطة تخرج بليغون تاعها يرميوها الكاشير هكذا، البوليسي هذاك عنده الضمير تاعو، لو كان انا جيت هكذا نصدم ديرك، مي هذاك مسكين البوليسي او يشوف يخسر، يسبوه بيماه بختويتو، يا كلب يا هكذا، يرمي له الكاشير في الطريق يتو. ايماجين هذاك يوصل للدار مسكين مدمر. شوف الناس عندها واحد الصرامة، ما صدمتش ما ضربتش الناس. سنتين هما ياخذوا، لو كان عطيت له دبزة ينساها، مين انت مثلا كاشير تدير له فوتوغرافي تو، راهي في اليوتيوب، راهي في الفيسبوك، راهي في الانترنت، جامي كي راح تما وليدو يشوفه بابا علاه داروا لك الخبزة يا وليدي، او هو خبزة تاعو شريفة، بصح انتوما الخبزة تاعكم راه كيفاه تدوها. لا لازم، لو كان جيت انايا انا كنت ولي مسؤول، لا كل واحد يولي لبلاصتو، كل واحد يولي لبلاصتو. هذوك الكذب هذا تو افوكا ما على باليش واش تكون افوكا، عندك الكارطة تاعك، الخدمة تاعك في البيرو تاعك ولا جيستيس، هذا ما كان. هنايا الافوكا ما يقدرش من با يهضر اشياء، ما يقدرش يعطيه هكذا يهضر مع التلفازه، ولا تروح عنده تقول له اعطيني لي زاب، ما يقدرش. يقول كان عندي البيرو تاعي وعندي لا جوستيس نهضر تما. الناس اللي يعرفوا القيمه تاع لا بروفيسيون تاعهم، كيف طبيب كي يروح يخدم طبيبه، ولا في السياسه طبيبه اسنان، ولا تروح تدار سميتو وخرجوها للعنان، ولا سياسه أستاذة تاع العربية، ولات تاع رشاد، ولات تهدر في السياسة، مغنية ولات تهدر في السياسة، كل واحد ولا سياسي، الدومين تاعو نساه كاع، اهدر في الدومين تاعك، ما في الدومين تاعو ما يعرفوش، بروبليم سي سا لو بروبليم، يخرج سي فريمون مالورو، ولا سي دوماج، رانا نشوفو واش راه صاير في العالم. الناس في العالم ما يقدروش يهضروا، والله ما يقدروا. هاي ماينمار نحاولوا سميتو نحاول كوديتا، خرجوا الناس اليوم شبعوا الزط، اول مره خرجوا زطوهم فرنسا لورو بارتو شدوا الزقله. انت يا تخرج بالورود وترمي الكاشير لابوليس
وتروح لراشد وتروح للأوراس وتهضم وتضرب في الجو يا حصا. إيه قولوا لي أي بلد مش ما راهمش يهدروا هكذا، حتى وين ولات مشاكل بزاف، هذا يضرب في القبائل زير قبائلي، هذا يعرب في العربي، روح تولي للشمر مشاكل. ومن بعد خرجوا للي زاك سفيس، خرجوا هذا وخرجوا هذا الدستور يا حسنا. هكذا يقولوا لا لا الجيري ما راهيش ديمقراط، ايه راكم كاع ديمقراط، شوف ديلام واش يكتب، شوف هذاك تاع عينوش هذاك طيحة ديرك يكتب هذاك في لي كاريكاتير. ايه اي بلد، هنا في امريكا بداو ينقيو الحالة بزاف بزاف. ثم انتوما دوك القضية تاع راشد نقص، كانوا رفدوا الكلاش وقتلوا هذاك لي ديبيتيتو، ما ماشي لي ديبيتيتو هذاك تاع الشكاريتو، مي ما توصلش الى القمه هذا وين ترفد لك لاجيت، لان سي سونسيبل هاد الهضره هذه. قالها زيطوط، قالها نقاز، قالها هذاك بودرة، قالوها رشاد، قالها زيطوط، قالها فرحات مهني، قالها بالحاج، قال عندي لا ليست كاع قاعدني قالوا رفد السلاح. دونك حتى شويه صغيره عندنا الناس كاع او عندها الليدر تاعها اللي قالها رفدي الكلاش. ما عندناش بكري، عندنا واحد باين اليوم، او عندك 70 واحد اللي قال رفض الكلاش. شكون يقتل واحد، شكون يقتل هذا، شكون يدير هذا، شكون يكون معاك الجيش مسكين او يشوف. اي دونك كي نشوف هكذا انايا، اي دونك الوطنيين في العالم كامل لازم يرفدوا يخدموا الشغل تاعهم. اوكي، تحب بلادك ولا ما تحبش بلادك، سي لو مومون جامي، او عندك كيما قال جورج بوش راك معايا ولا راك ضدي. دوك هادو الاناس كاع خيروا الكلون تاعهم، دوك كاع الناس يخيروا الكلون تاعهم. ما تقدرش تكون ناتر في الوقت هذا، الوقت هذا ما تقدرش، لان كي تصرع اي واحد يرفد السلاح ويكون مشاكل، انت اللي راك ساكت، انت اللي تخلصها اول مره. لان وكان ناضوا الاناس ضد الفيس ما ندخلوش في الازمه هذه، لان عندنا 30 مليون ساكتين، عندنا 3 ملايين فوطاو، 3 ملايين فوطاو، وعندنا 2 ملايين تاع الجيش، الباقي كاع كان يخزر. لو كان هادو 30 مليون هادو قالوا احبس، كيف تنحي الديمقراطيه؟ كيف احبس 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 احبس، باسكو الجا الشعب ماشي واعي، عم بالو هذا يجيب له الاسلام، يجيب له هذا فينالمون راهم يقطعوا كاع الاراضي في ناحيه، هذا دا هذه نحاوش من الشعب الى الشعب، ولات ملك الشعب ليهم، داو كاع لي زابارتمون، داو كاع لي زوزين، لي بيرو طابا، هذيك الخطره لي سيبر كافي، لي فورغون، كل واحد دا شهر خرجوا الحالة. انت تعطي لهم بلاد كامل، هذا تعطي لهم لا بي سي خرجوها. ايه ودي كي شاف الشعب باللي كيف كيف، خرجوا من نفس المدرسة تاع السرقة، مام هذوك اللي خرجوا من الحزب الواحد يقول لك حنايا يعني. يخرج من نفس المدرسة، امبوسيبل، مدرسة تاع 60 سنة خرجت منها عام واحد كنت تقول انا نبدل، امبوسيبل. نفس لا ميثود، كيف كيف لازم نعيشو 60 سنة واحد اخرين باش ننساو 60 سنة اللي جازو، بصح لازم نكونو اذكياء، كيفاه نغسلو الدماغ تاع لا جينيراسيون هذه واللي جايه واللي جايه واللي جايه، كيفاه نغسلوها، نعطيها بالعلم، نعطيها اشياء ديرها، ما تجي تروح نتايا تربيني ارهابيين. نو الله يجيب الخير، تهلا في رواحتكم. فريمون لا ليست كبيرة، راهي ريكروتمون تاع الإرهاب، كيما هذاك لي ريكروتمون تاع الإرهاب، ريكروتمون تاع الخوانة فينالمون، أو عندنا بزاف بزاف بزاف. دونك
وعندنا وطنيين ملايين بصح راهم ساكتين. كي يسكت الواحد هي السكوت علامة الرضا، راك سكت صافي. الناس هادو اللي راهم يهدروا صافي راك معاهم، مامسي ما راكش معاهم حقيقة. لازم تتصدى، تصدى لهذوك الناس. ما انا نقدر نسكت، راني في بلاد واحد اخر ما يقيسني اي حاجة، مي لازم تنطق مامسي ما نديرش لا ديفيرونس، مي لازم نقول واش نحس انايا. انا كي وقفت ضد فرحات المهني لانه على بالي واش كاين، وماشي فقط في هذه السنه هذه، الناس اللي خرجت هكذا في الفيسبوك ديتو. انا جي ديسيدي الكومبا هذا ب 96 اوكي، ومن بعد 99 2001 2004 هاي. هناك اشياء في الخفاء، دونك تهلاو في رواحتكم، الله في رواحتكم، الله يجيب الخير.